بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مناسبة يقوم بها الشعب المغربي كافة بتخليد الذكرى ديال زعيم الأمة المغربية جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. هذه المناسبة التي تقام في جميع ربوع أنحاء المملكة وبمختلف مساجدها تقام فيها حفلات للذكر، نبتدئ فيها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأمداح نبوية ابتهالا لله سبحانه وتعالى برحمته وغفرانه للملك المرحوم الحسن الثاني باني هذه الأمة وحاميها رحمة الله عليه. كما أننا نستحضر في هذه الذكرى كما يستحضرها جميع القيمين الدينيين والوعاظ والأئمة والمرشدين يستحضرون منجزاته على هذا البلد الأمين، المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والدينية على رأسها كذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفقده بواسع رحمته وأن يجعله مثالا للمغاربة يقتدون به ويستلهمون من أفكاره، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن